السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا فيه نموذج للفرد المحروس رقم واحد بالنسبه للاولى اعدادي، بالنسبه لمهندس علوم الحياه والارض، بالنسبه للدوره الاولى. اذا هذا الفرد غادي نقسمه ان شاء الله على جوج ديال التمارين، وغادي نبداو بالتمرين الاول. اذا في التمرين الاول كسؤال اول مطلوب منكم تعريف المصطلحات التاليه. تعريف اعطاء تعريف ديال الكائن الحي، ماذا نقصد به الكائن الحي؟ ثم تعريف الخليه، ماذا نقصد به الخليه؟ وتعريف السنخ الرئوي. اذا هاد التعريف خصنا نعطيو، عفوا هذه المصطلحات خصنا نعطيو التعريف ديالهم. ثم بالنسبه للسؤال الثاني مطلوب منكم ضع علامه امام الاقتراحات الصحيحه وصحح الاقتراحات الخاطئه منها، يعني خصنا نميزو ما بين الصحيحه والخاطئه، واذا كانت شي وحده خاطئه خصنا نديرو لها تصحيح. اذا الدم ليس له دور تنفسي عند الحيوانات التي لها تنفس قصبي، صحيح ام خطا؟ تشكل الحيوانات المجهرية التي تعيش في الماء البلانكتون النباتي. على مستوى الرئة يمر الأكسجين من الهواء إلى الدم، ويمر ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الهواء. ثم بالنسبة للتمرين الثاني فأعطينا هذه الوثيقة التي تمثل رسما تخطيطيا لخلية بشرة البصل. مطلوب منكم ضع أسماء لعناصر هذه الرسم أو هذا الرسم. إذا عندنا هذه الأسهم فهي تشير إلى عناصر الرسم، ثم مطلوب منكم تحتوي الأسماء ديالهم. أين يمكن أن نجد مثل هذه المكونات في جسمك؟ ثم بالنسبة للسؤال الموالي، ما الاسم الذي يطلق على الكائنات الحية التي جسمها يتكون من خلية واحدة؟ وأعطي مثال. ثم ما الاسم الذي يطلق على الكائنات الحية التي جسمها يتكون من عدد كبير من الخلايا؟ وكذلك مطلوب منكم إعطاء مثال. بالنسبة للتمرين الموالي فعبارة عن وثيقة تمثل الجهاز التنفسي عند الإنسان. إذا نفس الشيء مطلوب منكم ضع أسماء لعناصر الرسم، ثم رتب الأعضاء التالية حسب دخول الهواء وخروجه في حالتي الشهيق والزفير: القصبة الهوائية، الأسناخ الرئوية، القصبة الرئوية، الأنف، القصيبات الرئوية. إذا هاد الأسماء مطلوب منها يعني الترتيب ديالها في حالة الشهيق وفي حالة الزفير. وفي الأخير أو قبل السؤال الأخير عفوا، قارن بين الهواء المستنشق والهواء المتزفر، كيف تفسر كثرة العروق والشعيرة الدموية على مستوى الرئتين؟ إذا هادو كانوا الأسئلة ديال التمرين الأول والثاني. دابا غادي ندوزو إلى التصحيح ديال هذه الأسئلة، وغادي نبداو بالتمرين الأول. إذا بالنسبة للتعريف ديال الكائن الحي، هو كائن يتغذى ويتنفس ويتوالد. بالنسبة للخلية، هي وحدة تركيبية للجسم تتكون من غشاء سيتوبلازمي وسيتوبلازم ونواة. بالنسبة للسنخ الرئوي، هو عبارة عن تجويف دقيق يوجد في الرئة، تحيط به شعيرات دموية وتتم فيه التبادلات الغازية بين الدم والهواء. بالنسبة للسؤال الثاني اللي كان مطلوب منا تحديد العبارات الصحيحة والخاطئة مع تصحيح الصحيحة منها، فبالنسبة للدم ليس له دور تنفسي عند الحيوانات التي لها تنفس يعني تنفس قصبي، فهي عبارة صحيحة. بينما العبارة الموالية والثانية فتشكل الحيوانات المجهرية التي تعيش في الماء البلانكتون النباتي، بل تشكل البلانكتون الحيواني. بالنسبة للعبارة الأخيرة، على مستوى الرئة يمر الأكسجين من الهواء إلى الدم، ويمر ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الهواء، فهي عبارة صحيحة. بالنسبة للتمرين الثاني فعندنا قلنا الشيما أو الرسم التخطيطي، مطلوب منكم وضع الأسماء ديالو. فهذه اللي باللون الأسود يعني في الوسط فهي تمثل النواة، تحيط أو في جانبها عندنا السيتوبلازم أو يحيط بها السيتوبلازم. بالنسبة للخلية ككل فهي تتكون من غشاءين، غشاء أول يسمى غشاء سيتوبلازمي، وغشاء خارجي يسمى بالجدار سيلولوزي، وهذا كيميز الخلايا النباتية. أين يمكن أن نجد مثل هذه المكونات في جسمك؟ بطبيعة الحال بما أن الإنسان أو الكائن البشري هو كائن حي، والكائن الحي يتكون من خلايا، فالإنسان يتكون من خلايا، وبالتالي نجد هذه الخلايا في الوجه الداخلي للخد والجلد والعضلات وجميع الأعضاء تقريبا عند الإنسان تتكون من خلايا. ما الاسم الذي يطلق على الكائنات الحية التي جسمها يتكون من خلية واحدة؟ أعطي مثال. عندنا الكائن اللي يتكون من خلية واحدة يسمى بكائن حي وحيد الخلية، ومثال له الباراميسيوم. أما الكائنات التي تتكون من
عدة خلايا أو عدد كبير من الخلايا فنسميها أو نسميه بكائن حي عديد الخلايا مثل الإنسان، الحلزون، الجراد، البصل، في كل هذه كائنات تتكون من عدد كبير من الخلايا. سؤال موالي: تمثل الوثيقة جانب الجهاز التنفسي عند الإنسان، ضع أسماء لعناصر الرسم، رتب الأعضاء. قلنا إذا بالنسبة للعناصر الرسم قبل يعني السؤال الموالي باء يعني قبل سؤال الألف، فالسهم الأول يشير إلى الأنف ثم إلى فم، قصبة هوائية وقصبتان رئويتان وتتصلان كل واحدة برئة يسرى والأخرى بالرئة اليمنى. ترتيب: في حالة الشهيق نجد الأنف يعني يدخل الهواء عبر الأنف، ثم القصبة الهوائية، ثم القصبة الرئوية، ثم القصيبات الرئوية، ثم الأسناخ الرئوية. في حالة الزفير الأسناخ الرئوية يعني هي الأولى كتجي من وراها، أولى الهواء يخرج من الأسناخ الرئوية في اتجاه القصيبات الرئوية، ثم إلى القصبة الرئوية، ثم إلى القصبة الهوائية، وأخيرا يمر عبر الأنف. ثم بين المقارنة بين الهواء المستنشق والهواء المتزفر يعني الهواء الداخل والهواء الخارج، فالهواء المستنشق غني بالأكسجين وفقير من حيث ثاني أكسيد الكربون، أما الهواء الزفير فهو غني بثاني أكسيد الكربون وفقير من حيث الأكسجين. كيف نفسر وجود كثرة العروق والشعيرة الدموية على مستوى الرئتين؟ توجد هذه العروق والشعيرة الدموية الكثرة على مستوى الرئة لتسهيل التبادلات الغازية والتنفسية بين الدم والهواء. إذا هذا كان نموذج للفرد الأول بالنسبة للأولى إعدادي. عندنا نماذج أخرى، يمكن فقط أنكم يعني تخلوا لنا الرسالة في التعليقات وغادي نرسل لكم يعني مجموعة من النماذج إن شاء الله، وإلى اللقاء.